الفصل. لا ما ولا اي حاجه، بالعكس خالص. هي دي في الفصل خالص. كنت عايز اعرف منك يا احمد، هل انت بترسم الشكل الهندسي في دماغك قبل ما، او بتبقى رسمه على الورق، ولا بتبقى رسمه في دماغك، ولا متخيله، ولا بيبقى الموضوع بيبقى ازاي؟ انا مؤخرا يعني بقيت بشوف مثلا انا عايز يعني اعمل حاجه عن حضاره ايه مثلا، يعني انا بحب الحضاره الرومانيه اكتر، فمثلا اشوف السكتشز بتاعتها قوي، بعدين ابدا ان انا اشوف يعني مثلا الاستاد الاخير اللي انا عملته كنت عايز اعمله ليه علاقه بالحضاره الرومانيه شويه والفرعونيه، في حين ان اساسا هم زمان ما كانش عندهم استاد. فبدات ان انت تشوف شكل المسارح ممكن يبقى ازاي، شكل الناس وهي بتقعد المفروض بتبقى قاعده ازاي، الحاجات زي كده، فبتعمل لها سكتش بسيط، وبعد كده بتبدا تعمل لها بلين في السكتش، وبعدين تبدا تنقل البلين دي على الارض، وبعدين تبدا بقى ان انت توزع مناطق الارتكاز، مناطق القوه، السيمترية دي هتطلع عاملة ازاي، الحاجات اللي زي كده تبدأ يعني الموضوع يعني. مدروس. طب احمد انا عايز اجرب، الموضوع هيبقى سهل ولا صعب؟ يعني طب هو في يعني انت جايب الكوتشينة دي بلاستيك؟ دي بلاستيك. دي انا بستخدم اي نوع كوتشينة عامة. ايه؟ انا بستخدم اي نوع كوتشينة عامة حرف تي. انا على منورة تجرب، كنت عايز اعرف منك حاجة، انت بتستخدم كام كوتشينة مثلا في الشكل اللي انت عملته ده؟ بس الله 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 الله، تفضلي ماسكة الكارت ده بس ماشي. لا 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 ده هو انا بص موقفاه لوحده. الله كده في سيطرة هنا عند رضا. لا عيب عليك، انا الاستوديو بتاعنا ما تقولش كده. جامايكا؟ قرينا عليها. طب استنى بس والله. يا فندم حضرتك بتعمل ايه؟ ده مش فيزياء خالص. استنى بس. مش عافية. كده مش هتقف يا باشا. انا هفهمك، هو عشان في تكييف فالهواء بيطير. ايوه، وهو ما كانش عنده تكييف. ها وهو بيعملها دي. لا هو الراجل بقى بس افضلي ماسكه دي، افضلي ماسكه دي ماشي يا فندم. افضلي ماسكاها يا فندم. امسك دي. دي بقى ما تحطيش الكارت ده، ما احطش ده. امسكي دي بس. اها بس، شكرا اهو بس كده. اوكي استنى استنى، ابني من عندي. بس ابني خلاص، انت سيبك كده كله بقى بيبقى ساند على بعضه، لكن انت تحط اثنين كده والله الموضوع طلع سهل وطلعت موهوبه. الموضوع ما عندك من صغرك ان انت تعمل ده، ولا بدا وانت في الكليه؟ 7 سنين. كنت بعمل الاهرامات زي ما انا قلت لك، اللي هي كده دي تقريبا كلنا كنا واحنا صغيرين كنا بنعملها يعني، فهي دي اللي انا بدات بيها. بعد كده بقى بدات تنوع في الاشكال بتاعتها. ايه الاسهل، البلاستيك ولا الورق في الاشكال الهندسيه؟ انا جربت الاثنين، الورق اسهل شويه يعني، علشان بتبقى البلاستيك بيزحلق اكتر يعني، البلاستيك سموث كده خالص. طيب احمد انا برضه عايز ارجع للفيديو اللي انا شفته، احساسك ايه بقى وانت بعد ما بتقعد تعمل مجسمات كبيره جدا بالكوتشينه وتقوم نافخ فيها؟ متعه والله. متعه؟ والله متعه، بس هو عشان يعني مفيش حد بتاخد وقت قد ايه معايا عشان تعمل؟ انا ببدا مثلا ممكن من 10 ساعات لممكن 120 ساعة، 150 ساعة، آخر حاجة كانت 120 ساعة تقريبا. كم؟ 120 ساعة. 120 ساعة؟ مش متواصلين مش يعني. متواصلين يعني مثلا بيبقى 14 يوم، كل يوم مثلا ممكن 7 ساعات 8 ساعات حاجة زي كده. طب ولما بتصحى ما بتلاقيش حاجة واقعة؟ لا 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 خلاص. إيه ده بتفضل ثابتة؟ سؤال مثلا، بعد 10 أيام من ال 14 يوم عندك قطة، عندك حد مثلا شغالة وهي بتعمل حاجة؟ أنا عايز أقول لك إن أنا القطط عندي أصلا، طب ما أنا عندي قطة تمام. القطة عندي بتشوف شكل علبة الكوتشينة اللي انا مربيها، تشوف شكل علبة الكوتشينة بتسيب الطريق اصلا ده، بتمشي من حتة تانية. والله؟ يعني فخلاص. انت عملت ازاي كلهم اتربوا؟ لا لا بقى عصاية بقى وبتاع وشغلانة. اصل هي كانت في الاول كانت بتهد المكتات، فاكيد مش عادة هقعد عاتب قطة، فاهم؟ فخلاص يعني فعلمتها. انا ما كنتش اعرف ان عندك قطط، بس انا كنت بتخيل يعني. بالظبط، اكيد اي حد معدي في البيت نفخ فيهم وقعوا يعني. نتخيل ان حصل حاجة، زلزال حصل. لا خلاص بتاعت ربنا. طب اعمل ايه؟ طب هشتكي لمين؟ طيب احساسك ايه يعني مثلا وانت عامل الشكل ده؟ لو كان اكبر شويه انا قمت جاي عامل كده مثلا. بص بص بص، قلبه عامل ازاي؟ بص ايه هتعمل ايه؟ انت الهوبه بتاعتك بتخض. طيب احمد، هل شاركت في مسابقات مثلا او معارض مختصه بالشكل ده او بالموهبه دي؟ هو ده مش موجود له معارض قوي، هو يعتبر فن حديث نوعا ما، ممكن على مستوى العالم بقاله 50 سنه مثلا. اوكي. اللي بيمارسوه ممكن 20 واحد، انا من ضمنهم الرابع. على مستوى العالم؟ 20 واحد؟ انا من ضمنهم الرابع. انا واصل ارتفاع 3 متر 8 سنتي. اوكي. فاعلى ارتفاع 7 متر، فانا رابع على ارتفاع في العالم. انت اقصى عدد كوتشينات عملت بيهم حاجات؟ اخر ماكت ده كنت عامل بيه 22,000 كارت، كان اللي هو الاستاد. 22,000 كارت. 22,000 كارت. ده بتعدهم ازاي؟ انت لا بعد اللي باقي. بيبقى عندي بيبقى عندي كروت عد ايه؟ بعد اللي باقي وش؟ لا يعني بيبقى عندي مثلا كروت كتير، مثلا انا ببقى عارف ان انا عندي مثلا 24,000 كارت،
فبعد ما خلص الماكت باجي اعد اللي بره، فمثلا لما الاقيه 1500 وكده ببقى عارف انا استخدمت قد ايه في ال. اوكي. طب ما بتزهقش خالص؟ يعني ده عدد ساعات كبير قوي. خالص، انا اصلا مش بحس بيه اطلاقا. يعني انا ممكن ابقى بادئ مثلا الظهر الاقي العشاء بتاذن مثلا. أوكي. ما اعرفش الفتره دي حظي فيها ايه، ببقى فعلا مش حاسس بالوقت. ممكن امل لو سمعت اغنيه مثلا، بس لو سمعت اغنيه تمل. يعني بس ده انا بحب ده جدا، فعشان كده مش بمل خالص والله. والغريب ان انت قلت ان انت اصلا ما بتحبش الكوتشينه. يعني ما بحبش، ما بعرفش العبها خالص. بعرف العب حاجات اللي بتتلعب لوحدها اللي هي الشايب، حاجات زي كده، لكن غير كده ماليش بقى ترنيب واستيميشن وبولا وحاجات دي. مالكش دعوه بالحاجات دي، سافر على الشمال خالص. وعايز اعرف بقى كان ايه رد فعل الناس اللي شافوا الفيديوز بتاعتك والحاجات دي، كان ايه رد فعلهم؟ تعليقاتهم كانت ايه؟ كانت تقريبا انا اكتر حد في مصر كان بينتقد انتقادات كانت بتضحك، فاهم؟ يعني اللي مثلا فوتوشوب كده، فوتوشوب كده اللي هو انا مش عامل حاجه اصلا، واقف جنب هوا، فاهم؟ لا ده مش شغلك، ده شغل فنان برازيلي شفته في 2008 وانا اللي واقف جنب الماكت، فاهم؟ الناس بقى اللي كانت بتدافع عني، فاهم؟ تحس ان هم مثلا اللي هو طب احسن برضه ما يقعد على قهوه بتاع، فتحس ان انت مش ماشي في النطاق الصح. ايوه مش ماشي في النطاق الصح. انتوا محبوطين قوي على فكره. يعني لا اللي معاك معاك ولا اللي مش معاك معاك. فدي كانت اصعب حاجه. بس بعد كده خلاص انت بدات ان انت لما تيجي تطلع في اكتر من قناه، بتطلع في جرايد، بعدين تعمل معارض، فالناس بتبدا ان هي يعني تثق في اللي انت بتعمله اكتر. بالظبط. ايه التعليقات الايجابيه اللي جات لك يا احمد؟ ده مثلا معرض. ده ايه ده؟ ده بوظوها لك في الاخر. ده معرض. ده بتبقى عايز طبعا ده برضو. انت اللي عملت كده في تايتانيك. بس هي على فكره بيبقى ليها متعه معينه. اولا بتبقى انت عارف ايه المناطق اللي عندك كانت ضعيفه وايه المناطق اللي كانت قويه، فتقع بشكل معين. بالظبط. في كل كارت يعني بيبقى في كل دور في مثلا لون كارت معين ببقى حاطه، بحيث ان انا لما يجي الماكت يقع بيبقى الكارت ده لو اتاثر يبقى كان في الدور ده مشكله، فاهماني؟ يا نهار ابيض. احساسك بايه بقى؟ احساسك ايه لو يعني لما يبقى حد انت عامل شكل كبير كده وحد يقوم مبوظه لك؟ صح. كتير بتحصل، كتير قوي. ايه بقى؟ هنا في مصر بتحصل كتير قوي. صح. دي كوتشينه دي يا ريس، فاهم؟ كوتشينه عامله بيشد، هو بيشوفها بقى يعني، هو ما بيستناش يرد يعني. هو بيشدها. انت اصلا بتعمل فيهم ايه بعد ما بتخلص المجسم؟ انا بهدهم. انت اللي تهدهم بس ما حدش يهدهم؟ لا عادي اي حد يهدهم، بس انا بيبقى بالنسبه لي التارجت هو ان انا اوصل، مش ان انا يعني احافظ على الباكت. هو بالنسبه لي ان انا اوصل، ببقى قدامي سكتش، ببقى مهتم جدا ان انا ازاي اطلع السكتش اللي انا رسمه ده هنا. يعني فكره ان انت تنقلي حاجه في خيالك في الحقيقه بكوتشينه من غير اللزق، دي حاجه يعني انا بشوفها من وجهه نظري حاجه محمسه جدا وحاجه تحفيزيه جدا، ان انت ازاي تقدري توصلي لها. فهي دي اكتر حاجه بتشجعني، فانا بيبقى هاممني قوي ان انا اوصل، مش ان انا احافظ. مش ان انت هتحافظ. طب اخيرا يا احمد، قول لي كده التعليقات الايجابيه اللي جات لك. ان شاء الله كويس جدا، ربنا يوفقك وان شاء الله تكون في مكان احسن. الناس كانت بتساعدني جدا ان انا اوصل لجنس، وعايزيني احقق جنس وكده. لما كنت في منتدى شباب العالم اتفاجئت ان كان في ناس كتير قوي حابه الفكره، وكانت ناس من بره كمان كانت حابه الفكره. وشفت بقى ان في ناس مهتميه بده، وان يعني كانت حاجه كويسه عشان المجتمع ذات نفسه مهتم باللي انت بتعمليه، فدي كانت حاجه كويسه. حلو قوي احمد، انت نورتنا وموهبتك فعلا جميله، واتبسطنا معاك. اتبسطنا قوي. وعلمتني ان انا اعمل مجسم صغنن. حلو قوي 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 الحاجات اللي انت بتعملها، هايله فعلا. وللاسف الحلقه بتاعتنا خلصت معاك دلوقتي، الفقره بتاعتنا خلصت معاك دلوقتي، وهننتقل دلوقتي من المجسمات